كلنا لما بنروح نقعد في اي مكان اول حاجه بندور عليها هي الانترنت. فكره ان احنا نروح نقعد في مكان ما فيهوش انترنت بقت من الامور اللي بقت بتضايقنا جدا، وبالنسبه لنا بتبقى مستحيله ومرفوضه بين فئه كبيره جدا من الناس. وبقى ان احنا نختار مكان الخروج او مكان اللي رايحينه اللي هنقابل فيه كان صحابنا هنشتغل ايا كان، مرتبط بفكره توفر الواي فاي في المكان. اول ما بندخل اي كافيه بقى، اي مكان، اي مطعم، اي حاجه بنروحها، بنطلب عن الباسورد بتاعت الواي فاي. لكن في مشكله بقى هنا، الخبراء والمختصين قالوا انه، طبعا مختصين في امن المعلومات، بيقولوا انه الواي فاي هو قنبله موقوته وبيعرض بياناتك للسرقه، سواء بقى كان ايفون او اندرويد، بسبب ما يسمى بهجمات التوأم الشرير. يعني ايه التوأم الشرير؟ يعني ايه هذه الهجمات؟ هل بالفعل في خطوره من ان احنا نتصل باي شبكه واي فاي ما نعرفهاش؟ ازاي نقدر نحمي بياناتنا؟ كل ده هنعرف تفاصيله من الاستاذ تامر محمد، خبير امن المعلومات وسكرتير شعبه الاتصالات بالغرفه التجاريه. مساء الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في برنامج التاسعه. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. الموضوع ده حقيقي يا فندم، فكره الاتصال بشبكه واي فاي في مكان احنا رايحينه، هل بالفعل ده خطر ولا لا؟ طبعا هو دي احد المخاطر اللي الواحد بيقابلها عند استخدامه لاي شبكه واي فاي غير معروفه. والمسمى اللي حضرتك ذكرتيه هو التوأم الشرير، هو معمول لان انا لو انا اقدر ادخل على هذه الواي فاي، لو انا الهاكر اللي اقدر ادخل على هذه الواي فاي، فانا اقدر اعمل نسخه ثانيه من نفس الواي فاي ديت بس من خلال الجهاز بتاعي. حضرتك لما تيجي تدخلي، لو انت دخلتي بالغلط على النسخه اللي انا عاملها او على التوأم اللي انا عامله للنسخه الثانيه، حضرتك انت كل ما هتكتبيه على من تليفونك او من جهاز الكمبيوتر بتاعك بيعدي عندي الاول وبيتسجل عندي الاول. فطبعا وطبعا على الوضع الاخر الواحد بيبقى مقدر ان ساعات بيبقى الواحد مزنوق ما عندوش انترنت على موبايله وعاوز يستخدم الواي فاي المتاحه، ما عندوش او بيوفر الباقه اللي في تليفونه ما دام المكان اللي هو فيه في واي فاي. طيب خلينا نقول الاول انه لو بيوفر يبقى ما تعملش كده، لان انت التوفير هيعود عليك بالعكس، وان انت ممكن تبقى خسائرك كبيره جدا، لان كمان لو التليفون بتاعك مش محدث على اخر اصدار من الشركه المصدره بتاعته ممكن الموضوع يفوخ ان هو ده بالنسبه محدث بالنسبه للسوفت وير، صح كده؟ بالسوفت وير، ان هو ممكن يقدر الهاكر دوت يبتدي يدخل على تليفونك ويحط حاجات، يبقى هو شايف تليفونك سواء انت بقى على الواي فاي دي او حتى سبتها ومشي. فبلاش، لان الخطر هنا اكبر كتير من التوفير، من عامل التوفير، من التوفير. طيب فلنفرض بقى نروح على الوضع الاخر، لو حد مزنوق فعلا الانترنت بتاعه خلصان ومحتاج ان هو يدخل لاي سبب من الاسباب، يبقى مبدئيا وانا على اي واي فاي مش بتاعتي ما اعملش اي معاملات بنكيه، ما احطش اي يوزر نيم وباسورد، لان اي معاملات بنكيه هعملها اليوزر نيم والباسورد اللي هحطهم هيتسجلوا عن الشخص اللي عامل النسخه الفيك او النسخه المضروبه من الواي فاي ديت، فهيبقى عارف انا دخلت على بنك ايه واليوزر نيم والباسورد بتوعي ايه، رقم البطاقه لو انا سجلته هيبقى رقم البطاقه وانا بكتبه على تليفوني هو موجود عنده. ده يعني اكنه شايف تليفوني، اكنه موجود معايا في كل خطوه، اي حاجه بكتبها اي حاجه بعملها هو شايف. طب يا استاذ تامر، يعني هنا خليني افهم من حضرتك نقطه، حضرتك بتقول نسخه الواي فاي، يعني دي بتبقى شبكه فعلا موجوده تقدر تخلي المستخدم متصل بالانترنت فعلا؟ لانه هو النسخه دي هي نسخه وهميه، هو في الاخر بتعدي من يعني مش بيتصل اصلا من خلالها الانترنت. بالظبط، لان هي النسخه دي رايحه بعد كده على الواي فاي الحقيقيه. فهو اكنه اكن حد قاعد على السلك اللي حضرتك بيقرا كل اللي انت بتبعتيه وبعد كده بتروح عادي للطريق. يعني بريدجنج، يعني بيبقى زي نقطه عبور مثلا للمعلومات، نقطة دي نقطه عبور او نقطه تصنت. اكنه بيتصنت، اكنه تليفون وهو سامع، واخد فرده سلك من التليفون ومعاه سماعه ثانيه بيسمع انت بتقولي ايه. طيب في طريقه بقى نحمي نفسنا بيها؟ يعني احيانا في ناس بالفعل بتبقى موجوده في مكان محتاجه انترنت لانه بجد هو بقى متداخل في كل امور حياتنا، فهل في طريقه انه نحمي بيها بياناتنا ونحمي بيها تليفوناتنا، او حتى نقدر نعرف ان كانت شبكه الواي فاي دي غير حقيقيه؟
طيب احنا يعني للاسف هو الموضوع يعني هيبقى صعب شويه. طيب انا اضمن منين يعني ان حتى لو حد خد اليوزر نيم والباسورد بتوعي ما يقدرش يستعملهم، ان انا محتاج ان افعل في كل الحاجات اللي انا بستخدمها اللي هو التوثيق ثنائي الجهه، ان هو في الاخر ان انا عشان احط اليوزر نيم والباسورد هو لازم يبعت لي او تي بي على موبايلي عشان يفتح لي الايميل بتاعي، بحيث ان حتى لو حد خد اليوزر نيم والباسورد او حتى الفيس اي دي يا فندم، لان الناس تقدر دلوقتي تفتح تليفونها ببصمه الوجه. وطبعا لو استخدم هنا الفيس اي دي برضو فيها خطوره، لان في الاخر هو الفيس اي دي هو بيترجم الفيس اي دي لليوزر نيم والباسورد وبيبعتهم بشكل تكست برضو. ماشي، محتاج ان انا وانا داخل على اي صفحه ان اتاكد ان الصفحه HTTPS، على ان لو HTTPS الصفحه نفسها هي اللي بتشفر اليوزر نيم والباسورد قبل ما تخرج من على تليفوني. محتاج لو التليفون طلع لي اي تحذير ان خلي بالك انت الشبكه اللي انت داخل عليها ديت اللي هي ضعيفه التامين او اللي هي الويك سكيورتي، يبقى انا اخرج على طول مباشره. في بعض طبعا احنا المولات الكبيره والاماكن المطارات اللي هي اللي بتاخد توثيق من التليفون انها بتبعت لي او تي بي، دي اقل خطوره، او اللي تبعت لي او تي بي على سواء على الموبايل او على الايميل بتاعي هنا، دي بتبقى نوعا ما اقل خطوره بس مش امان 100%. طيب استاذ سامر محمد، بالنسبه ل احنا معظم الناس عندها واي فاي في بيتها، عندها شبكات الواي فاي دي في البيت، هل في امكانيه او هل ممكن يحصل انه شبكه الواي فاي المنزليه ممكن كمان يحصل ليها اختراق؟ ممكن لو انا حاطط لها باسورد ضعيف بيبقى سهل اختراقها، فانا محتاج ان انا الباسورد ما تسهلش الباسورد واحط باسورد من واحد اثنين لحد صفر او العكس، او اعملها فردي وزوجي بكل التباديل والتوافيق ديت الناس بتعرف تجربها، وفي برامج بتقدر تجربها بسهوله وبتقدر توصل لها، فانا محتاج ان انا احط الباسورد الواي فاي بتاعت الباسورد بتاعتي صعبه علشان ما حدش يستغل الواي فاي بتاعتي في استخدامات غير سليمه، او ان هو يخش يخلص الباقه بتاعتي، او ان هو يقدر يخش يتصنف برضه ببعض البرامج على اللي انا بستعمله على الواي فاي بتاعتي. طيب انا بحاول يعني والله مع حضرتك كده الم كل الاحتمالات اللي ممكن تحصل او بنتعرض ليها، لانه احيانا برضه بنشوف ناس مثلا ممكن يبقى حد قاعد عنده مشكله في الانترنت يلاقي حد جنبه تاني يقول له انا ممكن اساعدك وافتح لك الهوت سبوت، هل ده برضه ليه يعني اي جانب من جوانب الخطوره؟ بصي، لو 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 الحد دوت يعني لو الحد ده هاكر في خطوره. لو الحد دوت صاحبي او صديقي او جا يعني حد لا انا طبعا عارف، لو حد اعرفه اكيد مفيش مشكله، انا بتكلم ف يعني موقف فيه خطوره يعني حد ما اعرفوش كويس. بالظبط، يعني لا يفضل لو حصلت يبقى برضو نحاول يكون الاستخدام يعني على الحاجه الضروريه المهمه اللي انا عايز اخش اعملها واخرج، وما تكونش فيها معاملات بنكيه او ماليه او فيها يوزر نيم وباسورد. هايل. اخيرا يا استاذ تامر، هل في برامج او في طريقه اقدر من خلالها ان انا احمي تليفوني لو لا قدر الله حصل اتصال باي من الشبكات الغير امنه دي، في اي طريقه اقدر اعرف ان كان تليفوني في؟ طبعا لو فعلنا الفي بي ان، الخاصيه بتاعت الفي بي ان، لان الخاصيه بتاعت الفي بي ان بتشفر كل اللي داخل وكل اللي خارج من التليفون بتاعي، ولو فعلنا الخاصيه بتاعت الفاير وول اللي هو الجدار الناري برضه دوت بيقلل شويه كتير من المخاطر اللي ممكن تحصل. بشكرك شكرا جزيلا، خبير امن المعلومات وسكرتير شعبه الاتصالات بالغرفه التجاريه، شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. ويعني زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم بعد اذنكم، بلاش يفضل على قد ما نقدر طول ما في انترنت في تليفوننا وفي شبكه في تليفوننا ما نحاولش ان احنا نتصل بشبكات واي فاي غير امنه او غير معروفه بالنسبه لنا، بلاش في نفس الوقت كمان نتصل بهوت سبوت او ناخد انترنت من تليفون حد ما نعرفوش، لان كل حياتنا بقت موجوده على التليفون، كل حاجه ان كانت معاملات بنكيه، صور لينا، تفاصيل ليها علاقه بشغلنا بعيلتنا باسرنا، كل ده بقى بالفعل موجود على التليفون، فاحنا نتعامل مع التليفون ده اكنه حياتنا موجوده في جهاز ماشي معانا.